وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. بعد التحية، إذن بات الأمر واضحا على أرض الواقع أن سيناء تتجه لتصبح أحد قطاعات نهضة الدولة بسبب طبع تنوع قطاعات التنمية بها، إذن كيف ترى ذلك؟ مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. بالطبع يعني منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده الدوله المصريه ويعني يضع استراتيجيه قوميه لتنميه سيناء، وهناك ايمان كامل بان تنميه سيناء ضروره ملحه لنهضه مصر وتقدمها الى الامام، وخاصه لما تمثله هذه ارض الفيروز اهميه تاريخيه للدوله المصريه. ويعني خلينا نتذكر ان قبائل سيناء لهم بصمه كبيره وواضحه وبصمه يعني من نور داخل تاريخ الدوله المصريه باكملها. هناك تعاون على مر التاريخ بين قبائل سيناء وبين القوات المسلحه منذ 1948 1956 وحرب الاستيلاء وحرب 6 اكتوبر 73 وصولا الى الحرب على الارهاب خلال السنوات الماضيه. وبالتالي هنا يعني الدور كبير جدا. قبائل سيناء ادركت الخطر الذي يحاصر ارضهم ويحاصر دولتهم مصر ويحاصر مستقبلهم مستقبل الاجيال المقبله، وبالتالي انتبهوا لهذا الارهاب وهذا يعني الظلام الذي كان يخطف اراضيهم ومساكنهم وبيوتهم ويهدد وجودهم من الاساس. ادركوا ذلك جيدا وتحركوا في تعاون عميق وكبير يدا بيد مع القوات المسلحه والشرطه المصريه لمواجهه والانتهاء من اكتساس جذور الارهاب الذي اطل براسه خلال العقد الماضي في هذه البقعه الطاهره من اراضي الدوله المصريه. وبالتالي هنا عندما يكتب التاريخ عن قبائل سيناء فقطعا سيفرض لهم مساحات كبيرة جدا. واللافت هنا أن الأجيال قادة القبائل وأعيانها يسلمون الوصية والإخلاص وميراث الإيمان الكامل بالدولة المصرية للأجيال اللاحقة لهم ومن الأبناء، وهذا ما لمسناه خلال الفترات الماضية خلال عقد مضى رأيناهم على الواقع يدافعون عن أراضيهم ويواجهون الإرهاب ويحمون أوطانهم. نعم. وأيضا شاهدناهم في الدراما بشكل حقيقي، نجحت الدراما في يعني تقديم الوجه الوطني العظيم لقبائل سيناء ودورها في دعم مؤسسات. نعم، وضح ذلك جليا بالفعل في الدراما المصرية والتي عكست حقيقة الأمر في سيناء. أشكرك جزيل الشكر جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي.